وأنا أمشي بين الناس أشوف عيونهم مليانة أسئلة وقصص وأحاديث. وحتى أفتح أي موضوع لازم أشوفه من أكثر من زاوية، مو صحيح؟ وأبتعد عن رأيي الشخصي، وهذا شوية صعب. لازم نبدأ نتكلم مع بعض. المهم أن نعرف وين المشكلة ونحاول نلقي الحل. حديث العراقيين هو حديث بغداد. حديث بغداد غداً 10:00 بتوقيت بغداد على MBC العراق.